رئيس المخابرات الإيطالي يلتقي الأسد في دمشق بالاتفاق مع النمسا. أمريكا توافق على بيع طائرات بلاك هوك للنمسا بقيمة مليار دولار. انخفاض معدل التضخم في النمسا إلى 3.3% إلى أدنى مستوى في عامين. الحكومة تعلن عن زيادة حدود الدخل الإضافي للعائلات والطلاب. ومقتل أربعة أشخاص بعد انقلاب سيارة سويدية في النمسة السفلى وأخيرا فيينا تسجل 45 ألف مخالفة متعلقة باستخدام السكوتر الكهربائي مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أفادت وسائل إعلام النظام السوري بزيارة رئيس المخابرات الإيطالية الجنرال جاني كارفيلي لدمشق الثلاثاء الماضي حيث التقى رئيس النظام بشار الأسد ومدير مخابراته حسام لوقا وأطلع كارفيلي الأسد على التنسيق الجاري بين النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك اليونان إيطاليا مالطا بولندا ورومانيا لاعاده النظر في التعامل مع الواقع السياسي والامني في سوريا بشان اللاجئين السوريين كما بحث انشاء منطقه امنه في ريف حمص بهدف التخفيف من ازمه اللجوء مع احتمال لرفع بعض العقوبات الاوروبيه والامريكيه عن النظام اذا قدم طمانات حقيقيه أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة لتزويد النمسا بطائرات هليكوبتر بلاك هوك متعددة الاستخدامات ضمن حزمة أمنية بقيمة مليار دولار وتشمل الصفقة إسنتا عشر طائرة مع تجهيزات للإنذار الصاروخي والتشويش وأنظمة ملاحة جوية حديثة ومن المتوقع ان تحدث هذه الصفقه نقله نوعيه في اسطول الطائرات المروحيه النمساويه مما يعزز قدرتها على مواجهه التهديدات الامنيه في المرحله الراهنه وتتضمن الصفقه ايضا دعما لوجستيا شاملا يشمل قطع الغيار والمعدات الارضيه وتدريب الاطقم النمساويه كشفت هيئة الإحصاء النمساوية عن استمرار انخفاض معدل التضخم في النمسا خلال مايو، حيث بلغ 3.3% مقارنة بالعام السابق. ويعود الانخفاض إلى تراجع أسعار السكن والطاقة واعتدال أسعار المواد الغذائية. في المقابل شهدت أسعار الخدمات في قطاع الضيافة ارتفاعًا ملحوظًا. وبحسب مؤشر اسعار المستهلك الموحد للاتحاد الاوروبي بلغ معدل التضخم في النمسا 3.3% بزياده طفيفه بنسبه 0.1% عن الشهر السابق وتوقع وزير الماليه ماجنوس برونر ان ينخفض التضخم الى نصف ما كان عليه قبل عام. اتفقت الحكومة النمساوية على رفع حدود الدخل الإضافي المسموح به للحصول على المساعدات العائلية والطلابية، بحيث سيتم تعديل حدود الدخل الإضافي سنوياً لتتماشى مع معدلات التضخم. وتهدف الخطوة إلى تسهيل تمويل الدراسات الجامعية للطلاب، مما يسمح لهم بكسب المزيد من المال من وظائفهم المؤقتة. دون التاثير على اهليتهم للحصول على المساعدات الماليه. وقالت كلاوديا بلاكم وزيره وكيله وزاره الشباب نهدف الى تحفيز الطلاب على العمل الجاد بدلا من معاقبتهم. واكدت واكدت سيغرت ماورا رئيسه كتله حزب الخضر ان القرار سيساعد الطلاب في تمويل دراساتهم وستطبق وستطبق التعديلات باثر رجعي من بدايه العام. بقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة في حادث تصادم مساء الخميس على طريق فيينا نويشتات في النمسة السفلى. وكانت سيارة سودية تقل ستة أشخاص انحرفت عن مسارها واصطدمت بجزيرة قبل أن تنقلب عدة مرات وتستقر في منطقة غابية. وتم إلقاء خمسة من الركاب من السيارة وأكد المتحدث باسم الشرطة يوهان باومشلاغا أن التحقيقات جارية وأن الركاب هم سويدي وخمسة لاتفيين تتراوح أعمارهم بين 27 و 34 عام سجلت فيينا حوالي وأربعين ألف مخالفة على مستخدمي السكوتر الكهربائي منذ عام على تطبيق القواعد الجديدة خاصة فيما يتعلق بصفها. وكانت ذروة عدد المخالفات في اكتوبر الماضي حيث سجلت 7275 مخالفة بينما انخفض العدد مؤخرا الى حوالي 2000 مخالفة شهريا. ويرجع الانخفاض جزئيا لتعلم المستخدمين القواعد الجديدة فيما رأى ممثلو شركات التأجير أن هذا الانخفاض يبرر توسيع أساطيل السكوتر ولذلك نظمت شركتي فول وليما يوما توعويا للتذكير بالقواعد مع فرصة تجربة السكوتر والحصول على خوذة مجانية حيث أصيب 417 شخصا على الأقل في حوادث السكوتر العام الماضي. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين امسية سعيدة ونهاية اسبوع سعيدة والى اللقاء